وما أجدر حديثنا أن يكون في الدعوة إلى الله، هذه الدعوة التي هي صمام الأمان للأمة، بها يستوسق أمرها ويجتمع شملها وتنتظم جماعتها وتتوحد كلمتها. هذه الدعوة هي التي أخرج الله سبحانه وتعالى بها البشرية من الظلمات إلى النور، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الغي إلى الرشد، ومن التفرق إلى الاجتماع. هذه الدعوة هي التي بعث الله سبحانه وتعالى بها رسله وأنزل بها كتبه، وهي على أي حال مهمة كل أصحاب الخير الذين يؤنؤون بهموم أمتهم ويهنؤون بهموم البشر من أجل إخراجهم من الظلمات إلى النور. ومن شرف هذه الدعوة أن يكون أول داع هو الله سبحانه وتعالى، على أن هذه الدعوة إلى الخير لابد من أن يبذل الإنسان من أجلها كل غال ونفيس، فهي ليست وسيلة للاستغلال، وليست وسيلة للإثراء، وليست وسيلة للظهور، وإنما هي ضريبة يؤديها الإنسان ويؤدي معها ضريبة جهده الجهيد، فإنها تحتاج إلى صبر واصطبار، ويواجه فيها الإنسان عنة وشقاقة. هذا ما وقع عند النبيين أنفسهم، فنحن نرى أن الله سبحانه وتعالى عندما بيّن أن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل أتباعه الدعوة إلى الله، أتبع ذلك ما يؤذن بأن هذه الدعوة لا بد لها من ضريبة، وهذه الضريبة ليست بالأمر الهين، فقد دفعها الأنبياء من قبل حتى وصل بهم الأمر إلى مشارفة اليأس. إذ الله تعالى يقول: قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. كل هذا مما يؤذن بأن الداعي يدفع ضريبة غالية، هذه الضريبة عندما يدفعها بإخلاص نية هي التي تجعل هذه الدعوة تؤتي ثمارها كما آتت من قبل ثمارها على أيدي رسل الله سبحانه وتعالى. فعندما تضيق الصدور وتسد الأبواب وتقطع الطرق ويستحقب الأمر، هنالك يأتي نصر الله سبحانه وتعالى. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم إبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله البر الرحيم العطوف الكريم الذي يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سبحانه أرسل رسله تترى وأنزل كتبه تتلى ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. أحمده تعالى كما هو له أهل من الحمد وأثني عليه، وأستغفره من جميع الذنوب وأتوب إليه وأؤمن به وأتوكل عليه. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله خلق فسوى وقدر فهدى وله الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله هادياً وبشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبتحية الإسلام الطيبة المباركة أحييكم جميعاً أيها المشايخ والإخوة والأبناء وجميع المؤمنين والمؤمنات، فالسلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته. وما أسعدها من فرصة أن نجتمع في هذا المسجد الطيب في هذه الليلة المباركة
ليلة الجمعة الغراء، وأنتم تحتفون بافتتاح هذه هذا المسجد المبارك، وما أقدر حديثنا أن يكون في الدعوة إلى الله، هذه الدعوة التي هي صمام الأمان للأمة، بها يستوسق أمرها ويجتمع شملها، وتنتظم جماعتها وتتوحد كلمتها. هذه الدعوة هي التي أخرج الله سبحانه وتعالى بها البشرية من الظلمات إلى النور، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الغي إلى الرشد، ومن التفرق إلى الاجتماع. هذه الدعوة هي التي بعث الله سبحانه وتعالى بها رسله، وأنزل بها كتبه، وهي على أي حال مهمة كل أصحاب الخير الذين يؤنؤون بهموم أمتهم ويهنؤون بهموم البشر من أجل إخراجهم من الظلمات إلى النور. ومن شرف هذه الدعوة أن يكون أول داع هو الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى أخبر عن نفسه بأنه يدعو، عندما قال والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فحسب الدعاء شرفاً وفضلاً ومزية أن يكون أول داع هو الله سبحانه وتعالى، وهم يتبعونه ويتبعون رسله الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى لحمل أعباء هذا الأمر والاطلاع بهذه المهمة. وهي أشرف ميدان يتنافس فيه المتنافسون ويتسابق فيه المتسابقون، فإن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى جعلها الله عز وجل هي مجمع الخير كله، لأن الدين لا يقوم إلا بها، والأمر لا يسعد إلا بسببها. وأنتم ترون أن الله سبحانه وتعالى فرض في كتابه على هذه الأمة أن تكون أمة دعوة، عندما قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. نعم، هذه الأمة هي بطبيعة الحال تطالب أن يقوم أفرادها بهذا الأمر جميعا، فهي أمة دعوة. ولتكن منكم أمة أي كونوا أمة، هذا شأنها، ولا يعني ذلك أن يختص هذا الأمر ببعض الناس دون بعض، فإن من هنا ليست للتبعيض وإنما هي للبيان، أي كونوا أمة هذا شأنها، كونوا أمة دعوة إلى الله، أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتحافظ على حدود الله، وبهذا تتميز الأمة وتكون خير أمة أخرجت للناس. فقد قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأنتم ترون هنا لأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، ذكر الله سبحانه وتعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل أن يذكر الإيمان، مع أن الإيمان هو أول خصائص الأمة، وهو أول ما يقوم عليه خير هذه الأمة، خير ما ينتظم شمل العباد جميعاً الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فلا عبادة ولا عمل إلا بالإيمان. ولكن ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل الإيمان لأمرين، أولهما لأجل لفت انتباه الناس إلى أهميتهما، ثانياً من أجل أن الإيمان بالله لا يتحقق إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن المحافظة على الإيمان إنما تكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا
كما بدأ الله سبحانه وتعالى بذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل ذكر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة مع أهميتهما. فإن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر معقد ارتباط هذه الأمة وما هي الخصائص التي توحدها وتربط بعضها ببعض وتجعل بعضها يتولى بعضا، ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل أن يذكر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فقد قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. على أن هذه الدعوة إلى الخير لابد من أن يبذل الإنسان من أجلها كل غال ونفيس، فهي ليست وسيلة للاستغلال وليست وسيلة للإثراء وليست وسيلة للظهور، وإنما هي ضريبة يؤديها الإنسان ويؤدي معها ضريبة جهده الجهيد، فإنها تحتاج إلى صبر واصطبار، ويواجه فيها الإنسان عنة وشقاقة. وهذا ما وقع عند النبيين أنفسهم، فنحن نرى أن الله سبحانه وتعالى عندما بيّن أن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل أتباعه الدعوة إلى الله، أتبع ذلك ما يؤذن بأن هذه الدعوة لا بد لها من ضريبة، وهذه الضريبة ليست بالأمر الهين، فقد دفعها الأنبياء من قبل حتى وصل بهم الأمر إلى مشارفة اليأس. إذ الله تعالى يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ثم أتبع ذلك ما يبين للناس أن هذه الدعوة لا بد لها من ضريبة غالية يدفعها الداعي إلى الله، فقد قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فهؤلاء الرسل مع كونهم أمضى الناس شكيمة وأقواهم عزيمة يؤدي بهم الأمر إلى أن يشارفوا اليأس لولا لطف الله، وهناك يتنزل الأمر من الله سبحانه وتعالى بالنصر، هو دليل على هول الأمر الذي يلقاه الدعاء. كيف؟ والدعاة قد يؤدي بهم الحال إلى أن تتقطع الصلاة بينهم وبين أقرب قراباتهم، وهذا ما وقع فيه الأنبياء. فنحن نرى أن الله تعالى يقص علينا نبأ إبراهيم عليه السلام ويذكر أن أباه كان في مقدمة الذين عارضوا دعوته ووقفوا في سبيله وتنكروا لهذه الدعوة التي جاء بها إبراهيم عليه السلام، لأنهم قوم ألفوا تقديس الأوثان وعبادة الأصنام، وكبر عليهم أن يدعوهم إبراهيم إلى نبذ هذه العبادة، وكبر عليهم أن يحطم هذه الأصنام. فالله تعالى يقول: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا
قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزل لهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. هكذا وصل الأمر إلى هذا الصراع العنيف بين والد وابنه بسبب قيام الابن بالدعوة إلى الله والتنكر لما وجد عليه أباه وقومه من عبادة غير الله سبحانه وتعالى. وكذلك قد يصاب الداعية في ابنه كما كان ذلك لنوح عليه السلام، حتى قيل له إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وكذلك يكون هذا الأمر بين الزوجين، وقد حصل لذلك لكل من نوح ولوط عليهما السلام في زوجيهما، وكذلك ما كان بين امرأة فرعون وفرعون. كل هذا مما يؤذن بأن الداعية يضرب يدفع ضريبة غالية. هذه الضريبة عندما يدفعها بإخلاص نية هي التي تجعل هذه الدعوة تؤتي ثمارها كما آتت من قبل ثمارها على أيدي رسل الله سبحانه وتعالى. فعندما تضيق الصدور وتسد الأبواب وتقطع الطرق ويستحقب الأمر، هنالك يأتي نصر الله سبحانه وتعالى. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم إبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولم يكن أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بالمنأى عن هذا كله، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم تنكر له القوم ووقفوا في سبيل دعوته، وكان أول من تنكر له من هو من أقرب قرابته، فقد تنكر لهذه الدعوة أبو لهب وهو عمه أخو أبيه، وقال كلمته المشهورة: تباً لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا. النبي صلى الله عليه وسلم ظل يواصل الدعوة إلى الله غير لاو على شيء مما كان يقف في سبيله، لأنه أخلص وجهته لله وقال كلمته المشهورة لعمه أبي طالب: والله يا عم لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. فالدعوة إلى الله بطبيعة الحال تجد معارضة قوية، ولكن مع ذلك على الداعية ألا يلتفت إلى هذه المعارضة، إذ مهمة الداعية ليست هي في تحويل الناس من الباطل إلى الخير، من الباطل إلى الحق، ومن الشر إلى الخير، ومن الضلال إلى الهدى، إذ هذا أمر ليس مقدوراً عليه لأي أحد من الناس، وإنما الله وحده هو الذي يهدي القلوب عندما يشاء. فالهداية التي يقوم بها الأنبياء والرسل والدعاة إنما هي هداية الإبلاغ، هداية البيان، وليست هداية التوفيق، إذ التوفيق إنما هو من أمر الله. فالله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ليس عليك هداه، ويقول له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لاهتمامه بالدعوة وحرصه على أن يهتدي الناس بها
يحمل همًا عظيمًا ينوء به صدره حتى كاد يبخعه أي يهلكه. ولذلك عاتبه الله تعالى عتابًا لطيفًا عندما قال له: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفًا. وقال له: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وفي هذا التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنك لست بالمسؤول عن ضلالتهم، إنما أنت مسؤول عن إبلاغ هذه الدعوة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في هؤلاء القوم: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أي الذين علم الله تعالى أنهم سيموتون على الكفر ولم يتحولوا عما هم عليه، هؤلاء سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم هم لا يؤمنون. ولكن مع ذلك إنذارهم أمر واجب عليك، فعليك أن تنذره. ويقول الله سبحانه وتعالى: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ولكن مع هذا إنذارهم أمر واجب عليك. فلذلك على الداعية أن يبلغ هذه الدعوة سواء تفاعل المدعوون معها أو لم يتفاعل، لأن مهمته إبلاغ الدعوة. على أن إبلاغ هذه الدعوة يجب أن يكون بالوسائل التي يجد الداعية أنها أقوى نجاحاً في التأثير على المدعوين. ولذلك يتدرج الإنسان في مدارج هذه الدعوة بحيث يبدأ بالأخف فالأخف ويتدرج بعد ذلك إلى ما هو أشد. وعليه أن يستعمل اللطف خصوصا في بداية الأمر، كما قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. نعم، هذه الدعوة هكذا تتدرج في هذه المدارج، وهكذا يتنقل فيها الإنسان من مرحلة إلى مرحلة. وقد قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هكذا يؤمر الإنسان أن يتدرج. وأنتم ترون كيف أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نجادل أهل الكتاب: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وكذلك مجادلة جميع الناس إنما تبدأ هكذا. نعم، المتعنت لا بد من أن يصمد الداعية أمامه ويفضحه بما يبينه من فشله فيما يحاول أن يموه به على الناس. والأمة المسلمة لما كانت مسؤولة عن جميع البشر، عن هداية جميع البشر أي هداية البيان، فإنها لابد من أن تقوم بالدعوة في أوساط الناس جميعاً على اختلاف مللهم. الإسلام لابد من أن يظهر من خلال هذه الدعوة، ولا بد من أن تظهر محاسنه وتستغل الفرص لبيان محاسن الإسلام وحاجة الإنسانية إلى هذا الإسلام. وبجانب هذه الدعوة في المحيط الخارجي،
خارج الأمة، فإن المحيط الداخلي لا بد من أن تتوفر فيه الدعوة أيضا. فالمحيط الداخلي لا بد أن تتوفر فيه الدعوة، بحيث يدعى الناس إلى التمسك بهذا الإسلام. وبجانب هذا أيضا، فإن هذه الطفيليات التي تظهر في الأمة لا بد من أن تواجه، كما كان ذلك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان هنالك المنافقون الذين تستروا بكلمة التوحيد، وحاولوا أن يواروا بها ما كانوا يكنونه في صدورهم من الحقد على النبي وعلى الأمة وعلى دين الأمة، وحاولوا أن يواروا بها أيضا ما كانوا يضمرونه من العداوة الشديدة ومن المؤامرات التي يتآمرونها على هذا الدين وهذه الدعوة وهذه الأمة. هؤلاء لأجل خطورتهم أنزل الله سبحانه وتعالى فيهم 11 آية في بداية سورة البقرة، بينما ذكر الكفار الصرحاء الذين كانوا يجاهرون بالكفر في 2 آيتين فحسب. وما ذلك إلا لخطورة النفاق، وأن النفاق لا بد من أن يعرى ويكشف للناس، لأن المنافقين هم أسوأ حالا من الكفار الصرحاء. فالكافر الصريح عندما يجاهر بكفره لا بد من أن يدرك الناس جميعا خطورته، لكن هؤلاء الذين يتحدثون بألسنتنا ويرفعون شعارنا ويرددون ما نردد ويتظاهرون بأعمالنا، هؤلاء هم أخطر بكثير. ولذلك كانوا هم أيضا عذابهم في الآخرة أشد. فالله تعالى يقول: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، والعياذ بالله، هكذا جزاؤهم في الآخرة أشد، كما أن عملهم في الدنيا أخطر. فتيقظ الأمة لهؤلاء المنافقين أمر لا بد منه. وفي كل عصر من العصور يظهر في الأمة كثير من المنافقين الذين يريدون أن يلبسوا على الناس أمر دينهم. نحن عندنا جماعة كانت تتظاهر بالدعوة إلى الله، وتتظاهر بالغيرة على الدين، وتتظاهر بالغيرة على الاستقامة، وإذا بهذه الجماعة تحمل من الحقد على هذا الدين وعلى هذه الدعوة وعلى هذه القيم التي تتمسك بها الأمة أكثر من الكفار الصرحاء المجاهرين بكفرهم وشركهم، تحمل الحقد وتريد أن تدس وتريد أن تضل الناس، تحمل على عاتقها مسؤولية إضلال الناس بشتى الوسائل، وتظهر في كل يوم للناس بشيء جديد في الصد عن سبيل الله وفي الحيلولة دون الاستمساك بأمره، وفي تلبيس وفي التلبيس على الناس في أمر دينهم. هم ضد الاستقامة بكل معاني الكلمة، ويقلقهم أن يستقيم الناس لا سيما الشباب. ولذلك كان من ضمن ما جاءوا به من الدعايات الفاجرة الفارغة أن قيام الليل لا يعني السجود والركوع والتهجد، وإنما قيام الليل إنما هو للضرب في الأسواق والتردد على الأسواق. وقالوا بأن تفسير قيام الليل بالسجود والقيام والركوع والتضرع إلى الله إنما هذا تفسير سلبي، وهذا جانب سلبي من قيام الليل.
هذا الكلام العجيب الذي يتجرؤون به على الله ويردون ما قاله الله تعالى في كتابه. هم كثيرا ما جهروا بأنهم لا يصدقون أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعون الغيرة على القرآن، لكن أين هذا التفسير من كلام الله تعالى؟ فالله تعالى يقول: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. الله سبحانه وتعالى وصف هؤلاء بأنهم يقومون أثناء الليل قياما وسجودا لله سبحانه وتعالى. أين هذا من تفسير قيام الليل بأنه ضرب في الأسواق؟ وإنما هذه الضلالة عندما تستحكم في المقول، كما أنهم أيضا حاولوا أن يزهلوا الناس في التعلق بجنة الأرض والسماوات والأرض، فقال بأن هناك تفسيرا حضاريا للجنة. هذا التفسير الحضاري يجب أن يكون على أن يكون هو المتبادر إلى أفهام الناس، وهو أن الناس مأمورون بهذا أن يوجدوا جنانا لهم في هذه الأرض، بحيث إنهم يحفرون الآبار ويشقون القنوات ويغرسون النخل ويزرعون الزروع وهكذا، هذه هي الجنة. يا ظلال، هذه الجنة وهذا هو تفسير الجنة؟ نحن دعينا إلى عمل لأجل جنة أرضها السماوات والأرض، أين هذه الجنة التي أرضها السماوات والأرض مما يقولون ويفترون؟ إنما الجنة التي أرضها السماوات والأرض هي بعد هذه الحياة المرحلية المحدودة، وهذا يعني أن نتعلق بها، وإن عملنا لهذه الحياة فإنما نعمل لأجل أن تكون وسيلة لتلك الدار الآخرة لا لأجل أن تكون غاية. فأنتم ترون في كتاب الله سبحانه وتعالى كيف ضرب الأمثال في هذه الحياة الدنيا، وكيف صور هذه الحياة ونهى عن التعلق بها. نعم، الإنسان يجعلها في يده ولا يجعلها في قلبه، لا يسعى إليها ويجعلها هي الغاية، ولكن يتخذها وسيلة لما يسعى إليه بحيث يسخرها للدار الآخرة. فالله تعالى يقول: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. ثم قال: والله يدعو إلى دار السلام. هل دار السلام هذه في الدنيا يوجدها الإنسان بغرس النخل وبشق القنوات وبحفر الآبار، أو دار السلام في الآخرة؟ والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم بين مصير الناس في الآخرة فقال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ثم قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويقول الله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ما بين ما يجب أن يحرص إليه، فقال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض وأعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد بين الله سبحانه وتعالى أن الناس في هذه الدنيا هم صنفان، صنف يتعلق بالدنيا وصنف يتعلق بالآخرة، وبين مصير هؤلاء وهؤلاء. فقد قال سبحانه وتعالى من أراد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال الله سبحانه وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال عز من قائل من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نوته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال فأما من طغى وآثر حياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالناس هكذا، المتعلق بالدنيا ذلك جزاؤه وتلك نهايته، والمتعلق بالآخرة ذلك جزاؤه وتلك نهايته. فإذا ليس هناك ما يجعل الإنسان يتعلق بهذه الدنيا ويتشبث بها ويتصور أنها هي الجنة. أين الدنيا من الجنة وأين الدنيا من الآخرة؟ لو كانت الدنيا من تبر وكانت الآخرة من تراب لكان العاقل جديرا بأن يحرص على الآخرة لأجل بقائها ولأجل فناء الدنيا. فكيف والدنيا أرخص من التراب والآخرة أغلى من كل غال، أغلى من كل ما يتصوره الإنسان. فإذا أمثال هؤلاء لابد من أن تعرى شبههم وتكشف الناس وتبين الحقيقة التي ينطوون عليها، وأنها ليست من الدعوة إلى الله في شيء وليست من الإسلام في شيء، إنما هؤلاء أشد حرباً على الإسلام من يجاهر بالحرب على الإسلام. هم أشد حرباً على الإسلام من دعاة الكفر الصرحاء. فلذلك كانت الدعوة على الأمة فريضة واجبة على الناس. كل مسلم عليه أن يغار على دينه وأن يحمل هم هداية هذه الأمة إلى الحق وتحصينها من أمثال هذه الدعوات الزائغة، كما أن عليه أن يحمل هم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في أوساط البشر جميعاً، إذ الدعوة لا تنقطع والناس جميعاً مستهدفون بهذه الدعوة. فالدعوة لابد من أن تصل إلى جميع أصقاء الأرض ومع جميع الشعوب ومع جميع الأمم، والوسائل التي توجد في وقتنا هذا تمكن الإنسان من إيصال هذه الدعوة أكثر من ذي قبل بكثير، كما تعلمون هذه الوسائل. فإذا على الأمة أن تستغل هذه الوسائل في إبلاغ هذه الدعوة، كما أن على المستبصرين بالحق العارفين له أن يبينوا أيضاً حجة الحق ويكشفوا شبهة الباطل في كل أمر. فإن هذه مسؤولية ملقاة على عاتق الجميع، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمل. فمن قام بالدعوة إلى الله لا بد من أن تؤتي الدعوة ثماره ويؤجره الله سبحانه وتعالى الأجر الحسن في الدار الآخرة على ما يقوم به من خير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الدعاة المخلصين الدائبين، وأن يمن علينا بالإخلاص في القول والعمل والخلاص في الدنيا والآخرة، وأن يهدينا للهدى ويوفقنا للتقوى ويأخذ بأيدينا إلى ما يحبه ويرضاه،
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.